السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي ندوز نوريكم الكوزينة، يعني اللوك النهائي ديال المطبخ. طبعا غادي نوريكم كيفاش كانت قابلة، وإن شاء الله غادي تشوفوها بعدا. غادي نخليكم دابا مع اللقطات الأولى كيفاش كانت من قبل، وغادي ندوزو نعطيكم يعني شروحات شوية على الكوزينة يعني من الخارج، لأن باش نوريها لكم كاملة من الداخل ومن الخارج فهي غادي تاخد لي الوقت بزاف. يعني صورت فيديو جاني كبير بزاف، طويل بزاف، يعني 45 دقيقة ما غاديش تدوز ليا في الانترنت. هذاك الشيء علاش فكرت انني نقسمو على جوج، يعني نوريكم الشكل الخارجي ديالها، وكذلك الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم الطريقة ديال التنظيم ديال كل جهة. بها هي هذه الطبله، هذه انا كنت خديتها من ايكيا، الثمن ديالها مناسب جدا. غادي نحاول ما امكن ندير لكم الاثمنه من بعد، يعني نقدر نديرو فيديو بوحدو، لان بزاف الحوايج خديتهم من ايكيا، بعض الاحوايج خديتهم من سي بريكولاج، راه هذوك شاركتهم معكم، لكن الحوايج ديال ايكيا ما وريتهمكمش، ان شاء الله نوريهم لكم باش تعرفوا الاثمنه بالتفصيل. بالنسبه لهاد الطبله كما كتشوفوا خديت هاد الكراسه هاد النوع هذا، لانهم ارخص حاجه صراحه. انا هنايا حاولت ما امكن ناخذ اقل حاجه، لان الكوزينه باش نصاوبها كامله خصها بتجي كبير، لكن انا صراحه باش صوبتها راه ما خسرتش عليها اللي خصني نخسرو صراحه باش تجي عصريه. وهذا المهم راكم عارفين بلا ما نبقى نطول عليكم. بالنسبه لهاد الكراسه هادو راهم رخاص، درتهم بهاد التغليفه هادي. الطريقه ديال التغليف راه كاينه في القناه الاولى، القناه الثانيه اللي بغى يشوف التغليف ديالها. حاجه وحده اللي زدت وهي التغليف بالبلاستيك، عاود حليت هذاك الغطاء وخيطت عليه البلاستيك ومن بعد جمعته. المهم الطريقه باش كنخيطهم راه كاينه في القناه الثانيه. غادي ندوز دابا للجهه ديال الثلاجه كما كتلاحظوا معايا هنايا. بالنسبه للثلاجه طبعا انا شاركت معكم حتى هي كيفاش غلفتها. حاجه وحده اللي زدت يعني الطرفه اللي بقاو ليا استعملتهم في البلاكار الفوقاني. هنا كما كتلاحظوا البلاكارات التحتانيين درتهم في الشكل، والفوقاني شريته جاهز لان تعقدت صراحه، تعصبت بزاف لان النجار يعني دار لي بزاف ديال الاخطاء وهذا، فاضطريت انني نشري هذا. طيح رخيص بزاف البلاكار كما قلت لكم، غادي نخلي لكم فيديو اخر فيه الاثمنه ديال كل حاجه شريتها. المهم طاح ليا رخيص بزاف، وراه صحيحه البنات يعني ما نقولوش راه حيت سطراتي فيه راه غادي تفرتت في البلاصه، لا غير هو ما خصوش يقيسوا الماء، يعني الا مسحتو خصكم تنشفوا في البلاصه. هذا هو الحاجه اللي ما كيستحملهاش، اما الا حاولتوا عليه فهو راه كيهز، رانا عمره يعني ثقيل من الداخل كما كتلاحظوا هنايا. بالنسبه لهاد الجهه ديال الثلاجه انا مازال ما باقي عندي واحد الموبل غادي نصاوبو تما، لان باقي ما درتش البلاصه اللي غنحط فيها لاسبيراتور واللي غنحط فيها الشطاطب وداكشي. لكن هاد الموبل انا مبغيتش نصاوبو دابا، علاش؟ لان مازال خصني نبدل الثلاجه بعدا. اولا لانها قديمه هذه تبارك الله، راه ضربه عندي دابا ازيد من 9 سنين، يعني بدات كتعيا، اون بلوس صغيره شويه عليا يعني، خصوصا في الوقيته ديال العيد الكبير كنلقاو مشاكل في الحمه، كنلقاوش فين نديروه. بالنسبه للكونجيلاتور ما عنديش فين نحطو، يعني بزاف غادي يقولوا لي خاص الكونجيلاتور، ما عنديش فين نزيدو. هذاك الشيء علاش غادي ناخذ ثلاجه كبر من هذه ان شاء الله. عاد ديك الساعه السباس اللي بقى غادي نوريكم كيفاش نصاوبو موبل راسنا، يعني بلا ما نمشيو للنجار لا والو، غنوريكم كيفاش نصاوبو الموبل راسنا. واحد الموبل زوين فيه شطاط بتيدخلوا ويخرجوا. المهم داكشي كله غادي تتبعوا معايا مستقبلا.
بالنسبه لهذاك المارشبي حطيته تما، انا نقرب لكم باش تشوفوه. كما كتلاحظوا داكشي باش انا حطيت هنايا هاد البلاصه باش ما تبقاش هكا خاويه، حطيت فيها هذاك المارشبي لان كان نحتاجوه، وحاليا رانا حاطه فوق منه مجد الليمون لان غادي ندوز باش نوجدوا ان شاء الله لرمضان. هذا هو اللي كان بالنسبه لهذا الجزء هذا. بالنسبه للطبله كما كتشوفوا هي هذه من جهه اخرى. درت هنايا هذاك الطابلو، كتبت فيه كيتشن رولز يعني القوانين ديال المطبخ، المهم عنده علاقه بالمطبخ. وضعته هنايا ديك غير ورقه، انا نقرب لكم باش تشوفوه. هو هذا كما كتشوفوا يعني غير ورقه، دائما كما العاده كناخذها من بانتريست، يعني خديت هذه بيض وكحل، كاينين اللي مكتوبين بالالوان لكن انا فضلت تكون بيض وكحل، فيها كيتشن رولز وطبعتها اطخوا يعني في ورقه كبيره ودرتها في كادر هنايا. يعني هذه البلاصه عندي شويه خاويه، هذاك الشيء علاش فضلت انني ندير هذا الطابلو هذا. بالنسبه لهنا كما كتشوفوا درت هذا المبل هذا هنا كما قلت لكم من قبل، كنت اسف لكم على الصداع لان عندي مشكل في انني وضعت الصوت فوق من الصوره، هذاك الشيء علاش كنهضر مباشره، كنت اسف لكم. المهم بالنسبه لهذا المبل هذا انا كنت باغا نزيد اكثر منه، يعني نزيد هذا درته في الوسط، وكنت اولا نزيد واحد هنايا في هذه الجهه والاخر في الجهه الاخرى. حاليا ما غاديش نزيدهم لان ما عنديش بزاف د الماعن، لان الحمد لله الادراج ديال التحت اولا المجار داري لي واحد التنظيم رائع في التحت، وكذلك الماعن ما عنديش انا بزاف بزاف بزاف، مازال حتى نحتاجهم ان شاء الله غادي نزيدهم. ديك الساعه غادي نبدل وندير لي مبل هنايا. بالنسبه لهذا الرف هذا كما كتشوفوا هنايا درت فيه واحد الفاز تمايا، الورود كنبدا نبدلهم، يعني كما كتعرفوا الوقيته ديال الربيع هذه الورود كاينين موجودين، كنديرهم مع الماء والسكر حتى كيدوز واحد السيمانه ولا تقريبا 10 ايام تيضيعوا وتنبدلهم. درت ديك العلبه تمايا، هذه كنت وريتكم كيفاش صوبناها، هي علبه كرتونيه عاديه ديال ايكيا، يعني كرتونيه عاديه، تقدروا تكون عندكم شي علبه ديال الاحذيه اولا المهم ديال الصبابط، غادي تاخذوها وتغلفوها بالاخشاب كتجي انيقه. بالنسبه للكتوبه طبعا ماشي كتوبه حقيقيين باش نقول لكم الصراحه، يعني ماشي كتوبه حقيقيين، خديت طبعات من إيكانتريس هما موجودين، كتكتبوا برينتيبلز كوك بوك يعني ديال الطبخ، وكيعطيكم اغلفه ديال الكتب ديال الطبخ وكتطبعوهم. فاش كتطبعوهم انا خديت هذاك داك الفويم اللي كان عندي اللي كنت شريت من الدار، يعني واحد الكارتون، تقدروا ديروا غير كارتون عادي، ديروا الطروف هذا الكارتون تغلفوهم بورق ابيض، ومن بعد تديروهم على شكل كتوبه كما كتشوفوا هما هادو. بالنسبه لهنا في الاسفل طبعا البانكيك كان عامر خوا، ريم كيعجبها بزاف خصوصا هذا اللي كندير انا بالزرع، وريم معزاز عليها، بقاو يلاه دوك الجوجات يتيمات هي غادي تجي تدز عليهم دابا. هذا هو اللي كاين كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لهنا المجار جاوب بهذا الشكل هذا، ديك الجهه اللي كنت درت يعني هاد الطويله هادي ما تتحلش، يعني غير هو كيغطي لي داك البودره اللي كانت ديال يعني الكوزينه القديمه كما كتعرفوا. بالنسبه للناس اللي ما شافوش فهو كاين الفيديو، نحط لكم الرابط في صندوق الوصف، رجعوا ليه وشوفوا كيفاش كان المطبخ، يعني انا غلفته. بالنسبه للخشب الحمد لله ما عندي حتى شي مشاكل معاه الحمد لله، يعني كنت كيتنظف عادي، وخا يتزلى عليه الماء كنشفو، يعني بزاف ديال الناس اعتقدوا انه غادي يضيع في البلاصه غادي يخضر غادي هذا، فالحمد لله ما عنديش كاع هذا المشكل، لان تقريبا دابا اصلاحات رحنا بديناهم مده، وانتم غادي تشوفوا راه مده باش بديت انا الاصلاحات، تقريبا دابا هو عندي ازيد من شهرين ما في حتى شي مشكل، غير هو انا فاش كنغسل الماء عندك شي كنمسح كلشي حداها وكنمسح حدا الليفي وكلشي، هذا هو اللي كاين، يعني كنظف المطبخ بحال كنظفوا الرخام كنظفوا الخشب، هذا هو اللي كاين. بالنسبه لهنايا كما كتلاحظوا درت هذاك الشكل هنايا، بعدا درت واحد الاضاءه انا نشعلها باش تشوفوها. بالنسبه لهاد الاضاءه انا دايره عجباني، هادو شريتهم من بانغود،
يعني الاضاءه زوينه تقدروا فيها بزاف ديال كتبدل يعني تقدروا ديروها ثابته او لا متغيره. المهم انا غير عجبني الشكل ديالها وانا كنحماق على الاضاءه الصح. وهادشي كله اللي خديت من ايكيا غادي يكونوا في فيديو واحد كامل لان خصني نجبد الاثمنه وخصني كلشي، يعني كنتاسف لكم راح حتى نجمع لكم كلشي في فيديو واحد. بالنسبه لهاد البول اللي كنت خديت من مسيو بريكولاج فعلقته هنايا كما كتلاحظوا، يعني ثقبنا في السقف ودرت له الخيط ودرت له هكا. بالنسبه لهذوك لي بو خليتهم كيما هما، يعني ما بقاليش الوقت نهائيا باش نصبغهم لان رمضان قرب وكنقول لكم مبروك عواشركم بعدا، وما بقاليش الوقت يعني جيت ندير بزاف ديال روتوش عندي اجلتهم لان صافي عييت خصني نوجد دابا لرمضان، هذاك علاش يعني اجلت شحال من حاجه. بالنسبه لهنا هذوك المجار الفوقانيين طبعا راه فوتيغوار يعني ما تيتفتحوش، لكن التحتانيين درتهم تيتستعملوا، مازال ان شاء الله غادي نفتحهم باش نوريكم شنو كيفاش منظمه لداخل. واخا بزاف ديال المواعن كما قلت لكم ما كاين شي معينات ما عنديش، لكن المهم انا غادي نوريكم داك الشيء اللي موجود. هذا هو اللي كاين، هذيك ديال الطباسل الروعه يعني زوينه بزاف. بالنسبه لهذه كما كتشوفوا انا درت هذاك الفراش، هذاك الفراش راه مهم البنات اللي ما عندهاش امكانيه باش تشريه ممكن تخيطوا، مازال غنوري لكم في القناه الثانيه. وبالنسبه اللي بغات تعوضوا دير غير فقط الفوطه، شي فوطه قديمه اولا طوها على اثنين كتمص داك التقطار ديال الماء. هنايا راه درت تحت منه البلاستيك كما كتلاحظوا باش ما يدوش لجهه الخشب، وخا انا عموما من بعد ما كنغسل المعن يعني كنحيدها ونمسح تحت منها في حاله ما الى قطرت شي حاجه. بالنسبه لهنايا كما كتلاحظوا للاسف هنا ما غاديش يبان لكم مزيان لان باقي الضوء ديال النهار. طبعا راه تلاحظوا ان البو ما كاينش لان خديت بالنصيحه ديال العديد من الاخوات اللي هما مجربين هذه المساله ديال هذا في الشرجم. صراحه كنشكركم بزاف بزاف على تعليقكم وعلى يعني المساعده ديالكم ليا، فهذه المساله هذه عطيتوني فكره وانا دابا راه عاود صلحتو وزدت له الخشب هذاك البو سديته مزيان وداك الشيء، وخديت المشوره ديال واحد الاخ كنقول له الله يرحم والديك خدام مع الاخت ديالي في وزاره الفلاحه، فهو عنده تبارك الله عليه الدكتوراه في هاد المسائل هادو ديال النباتات وكل شيء. شرح لي مزيان شنو خصني ندير، داك الشيء علاش راكم كتشوفوا راني محيده ورانا صلحت داك الشيء اللي قال لي انا درته، باش كنتسنى دابا غير الراجل يجي من الخدمه باش نردوه لبلاصتو. بالنسبه لهاد الانفاس يعني كما كتلاحظوا هنا راه ما كان عندي والو، الناس اللي ما شافوش يشوفوا الفيديو السابق وغادي يعرفوا شنو الفرق اللي كاين. بالنسبه لهاد الليفي احسن حاجه هو انه يكون تحت من الشرجم، يعني الاجانب فاش كيديروا شي حاجه ما كيديروهاش غير عشوائيا، كتكون عن دراسه. لهذا من زمان كنت عجب علاش الليفي كيديروه دائما حدا الشرجم، من بعد اكتشفت انه مهم لان من بعد فاش كتغسلوا المعن وتمسحوا لا بد كيبقى هذاك الليفي كيبقى فيه الماء واخا تمسحوا حتى تعياو ضروري خصو ينشف. يعني هذه المساله هذه ساعدتني بزاف يعني انا باش نحافظ على الليفي ديالي وما يغملش او لا يتصدى، هي انه حيت حدا الشرجم، يعني انا كندير الشرجم في الوسط بهكا كنجي كنلقاه ناشف تماما الحمد لله. البلاكا التحتاني هو هذا. بالنسبه لهاد البلاصه هذه انا درت فيها التزريبيه هذه كما قلت لكم المنتوجات كلهم ديال ايكيا اللي نحطهم لكم في فيديو بوحدهم. هنايا البلاكار تحت من ليفيو داكشي كله ان شاء الله الداخل ديالهم غندير لكم في الفيديو اللي من مورا هذا. بالنسبه لجهه الليفي الروبيني الصغير اللي كيسولوني عليه البنات، فهذاك هذاك ديال سائل الغسيل عنده عبوه من الاسفل يعني من التحت، غنوري لكم ان شاء الله في الفيديو القادم. عنده عبوه من التحت هذا كيسهل انك تغسل الماء ما تبقاش يعني تبقى حاط ديك القرعه ديال الغسيل تبقى باينه، هذا هو لافونتاج ديالو موجود في ايكيا. بالنسبه للجهه ديال طبعا الريدو راكم شفتوه من قبل، لكن بالنسبه اللي ما شافوش فهو هذا يعني الريدو، انا وريتكم الطريقه كيفاش خيطته في الخانات الثانيه بالنسبه اللي بغى يخيط بحاله، فهو رائع يعني كنحل دوك الخيوط وكنزلو الى بغيت نزلو، غالبا كنزلو في الليل على حساب يعني لي موستيك على حساب كن يعني كنديرو مع الجن ما كيبقاش يخلي الناموس يدخل.
هذا هو اللي كاين بالنسبه للريدو. بالنسبه لهاد لوكوان هذا اللي عندي هنا اون فاس، غنقرب لكم شويه. بالنسبه لهنايا انا حاطه الكافيتير ديالي الصغير، ورا اللي كانت هديه من الاخ ديالي، انا مازال محتفظه بها يعني عزيز عليا بزاف. وتمايا الفوق حطيت ديال السكر ديال القهوه وديال اتاي، حطيتهم تما. مازال ان شاء الله غادي نزيد واحد الطابلو الفوق ديال يعني كوفي كورنر، مازال غنديرو ان شاء الله تما. بالنسبه لذاك المسمار ما حيدتوش، لان كنبغي نعلق فيه هذه باش تمسح، يعني حتى هادو كما قلت لكم ديال ايكيا الروعه الروعه، يعني كيمسحوا بواحد الطريقه زوينه. كاين فرق بينهم وبين هادوك اللي كيتباعوا عند الهري، لان جربت ديال الهري تيخسروا دغيا، وهادو يعني مزيانين كيصبروا. خديتهم في البروموسيون، راه صراحه مازال كيما قلت لكم نعطيكم الاثمنه كاملين باش تلاحظوا وتردوا البال مع لي بروموسيون ديال ايكيا فاش كيديرهم، راه كيكون فرق. فاش كنمسح البلون دو طرافاي كنعلقها تما، الغد اللي كنلقاها نشفات تماما اللي حدا، لان حدا الشرجم. بالنسبه للماس خديتهم من السوق ديال الخميس، خديتهم ب 8000 ريال يعني 400 درهم باش شريتهم. بالنسبه لهذيك لابار ديال يعني لابار مانيتيك اللي هي فيها المغناطيس، كنت خديتها من بانغود وغلفتها دابا غير بداك الورق، لانها تهرسات وصلتني شويه مهرسه من الركن ديالها، يعني في القنت ديالها كانت مهرسه شويه. قطعتها بالعافيه يعني بالكاويه، قطعتها باش ما تبقاش باينه مهرسه، وغلفتها. اضطريت انني نغلفها، اما هي كنت باغا نحتفظ باللون ديالها حيت كاين اللون ديالها اسود، لكن للاسف كما قلت لكم حيت مهرسه اضطريت انني نغلفها. بالنسبه لهذه المساله هذه ديال سميتو الادوات المطبخ يكونوا قدامكم، فهي مساله رائعه لانهم يعني كيسهلوا عليكم العمل في المطبخ. هذا هو اللي كاين بالنسبه لهذا الجزء هذا، فهو داير هكا هنايا. طبعا كما قلت لكم مازال غنشرح لكم كل حاجه شنو دايره فيها. بالنسبه للفران فانا خديته من اسواق السلام، هو والبوطه ديال فاغور، لكن صراحه البوطه اش غنقول لكم تتصدى دغيا دغيا دغيا، مع العلم انها ما رخيصاش يعني ماشي رخيصه بزاف. خديتها ب 2000 درهم والفران 2300 درهم باش خديته، كانت بروموسيون عطاوني معها الميكسور، يعني هذا خديت معاه ميكسور كبير وهذا ميكسور صغير، هذا هو اللي كان معها هذيك الساعة. بالنسبة للاوت هي هذه، الصراحة روعة يعني كتعطي الإضاءة كما كتشوفوا دابا أنا شاعلها، كتسهل عليكم الخدمة خصوصا في الليل، وكذلك زوينة كتشفط يعني دوك الدهون، ما تتخليش الفوار يقيس الزليج ويتعلق مع الوقت كما كتعرفوا، راه مهمه لاوت. هنايا كما كتشوفوا درت واحد التيروار، مازال غنوريكم كي اشنو دايره فيه، كاع لي تيروار كلهم وداكشي غادي نوريكم اشنو دايره فيهم. هذا هو اللي كاين بالنسبه لهاد الجهه، درت غير واحد العلاق لي هانتوما كما كتلاحظوا معايا، درت غير واحد العلاق كنحط فيه الكيسان اللي كنستعملو يوميا، و يعني دوك لي لوش علقتهم تما مابقاش كروشيات خاويين. الزيت قرعه الزيت هي هذه، كنحطها تما في داك البلاطو اللي كنت صاوبت، حتى هو نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. بالنسبه للقرعه فهي مفيده جدا، علاش؟ لانها كتشوفوها كتشربوا يعني كيفاش كتحطوا القرعه قدامكم كتحسكم بالعطش، يعني انا من الناس اللي ما بقيتش كنشرب بزاف ولهذا اكتسبت الوزن. بالنسبه لهذه القرعه هذه انا كنوضع فيها الماء، ومن الاحسن ديروا معها شرائح ديال الحامض الناس اللي باغي يخسوا. دابا حيت كاين الصهد كندير فيها هادو يعني هاد الفواكه هادو ديال البلاستيك، المهم لي كلاصون هادو زويونين الصراحه، رانا لقيتهم مؤخرا، هادو خديتهم انا في السوق يعني شريناهم مستعملين، ولكن بالنسبه لفين تلقاوهم كاينين بالالوان كما كتلاحظوا، كاين هادو كديروهم تيخليو دائما العصير اولا الماء بارد. وبالنسبه للي بغاهم راه كاينين في كيتيا، لقيتهم في كاسا يعني الجناح ديال كاسا. بالنسبه للمودين فانا كنت كنحطو غير لتحت، دابا درت له هذيك لي طاجيره، خديتها في ايكيا
وحطيته تما عالي باش يكون بعيد ما يضيعليش المنظر. وبالنسبه لهاد الكولوطه هادي رحنا خديناها ب 35 درهم او لا اقل، كل واحد اش كيحسب لها. راجلي راه جاب لي الاخرى عاوتاني ب 25 درهم، يعني كل واحد كيحسب لها الثمن اللي بغى. درتها باش ندير ندوز الخيط لاوت، يعني ضروري خصني باش ندوز لها الخيط. وعندنا تما الخيط ديال الانترنت اللي خرج من الشرجم ديال الكوزينه، هذا هو اللي كاين بالنسبه للكوزينه. نتوما لاحظتوا كيفاش دايره؟ يعني الحمد لله رانا دايره لحم الراس ما مشيتكم. المهم هي هذه الكوزينه، كنظن لا علاقه بالكوزينه الاولانيه، يعني ربحت اسباس كبير بزاف. يعني كما كتلاحظوا من هنا يعني هذا البلان دو طرافاي طويل، يعني اش غنقول لكم، راه تنخدم على راحتي في الكوزينه ما كنلقاش يعني مشكل ديال الاسباس. وملي نبغي نقطع شي حاجه كثيره وهذا كنجي نجلس هنا في الكرسي. يعني الحمد لله الكوزينه تبدلت تماما، يعني كما كتشوفوا ربحت الاسباس بزاف ديال لي بلان دو طرافاي. وبالنسبه للكوزينه راه ما صغيراش كما قلت لكم، وبالعكس عطاتني سباس كبير. وهذه الطريقه ديال التنظيم مازال غنوريها لكم ان شاء الله في الفيديو القادم، فكاين فرق كبير صراحه. يعني التنظيم هو كل شيء، كتربحوا لي سباس بزاف بزاف بزاف. وان شاء الله بعض التنظيمات اكيد غادي يفاجئوكم واكيد غادي يعجبوكم بزاف، لانهم افكار سهلوا عليا الحياه ديالي انا. تنظيم رائع ونتمناه لاي وحده فيكم ان شاء الله. الله يسهل على كل وحده تصلح اللي ما كانتش صالحه، واللي ما عندهاش كوزينه الله يعطيها كوزينه فاش ترتاح، لان عارفين حنايا باللي حنا العيالات كندوزو اطول وقت في المطبخ. هذا هو اللي كاين، نخليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله. والشروحات على الداخل ديال المطبخ وكذلك على طريقة ديال التنظيم. تهلاو في راسكم والسلام عليكم.